كسور النهاية البعيدة لعظم الفخذ كسور فوق اللقمتين. عظم الفخذ هو أطول وأقوى عظم أنبوبي في جسم الإنسان وأحد العظام الرئيسية الحاملة للوزن في الأطراف السفلية. يمكن تقسيم عظم الفخذ إلى ثلاثة أقسام. القسم القريب ويشمل رأس الفخذ والعنق والمنطقة بين المدورين. القسم الأوسط الذي يشمل جسم الفخذ. والقسم البعيد بما في ذلك المنطقة فوق اللقمتين. يتوسع القسم السفلي البعيد لعظم الفخذ ليشكل لقمتين منحنيتين مفصولتين عن بعضهما بأخدود بين اللقمتين، اللقمة الأنسية واللقمة الوحشية. يشمل القسم البعيد منطقة اللقمتين والمنطقة فوق اللقمتين. المنطقة فوق اللقمتين هي المسافة من 10 إلى 15 سنتيمتر البعيدة من عظم الفخذ. سأناقش في هذا الفيديو كسور الفخذ البعيدة. تشمل كسور عظم الفخذ البعيدة كسور فوق اللقمتين وكسور المنطقة بين اللقمتين، وهي إصابات شائعة نسبياً. يمكن أن ينكسر العظم بشكل مستقيم ويدعى كسراً مستعرضاً، أو إلى عدة قطع ويسمى كسراً مفتتاً. في بعض الأحيان قد تمتد هذه الكسور إلى مفصل الركبة وتفصل سطح المفصل إلى عدة أجزاء. تسمى هذه الكسور كسور داخل المفصل. يمكن أن تكون الكسور مغلقة، بمعنى أن الجلد يبقى سليماً، أو يمكن أن تكون مفتوحة. يحدث الكسر المفتوح عندما ينكسر العظم بطريقة تبرز فيه قطع عظمية عبر الجلد، أو يصل جرح الجلد إلى العظم المكسور. كسور عظم الفخذ هي إصابات تعالية الطاقة قد تترافق مع إصابات مهددة للحياة، ويمكن أن تسبب كسور الفخذ نزيفاً كبيراً. قد تشمل المضاعفات والإصابات الأخرى المرتبطة بكسور الفخذ عند البالغين المهددة للحياة إصابات الأعضاء الداخلية، الصمة الشحمية، الصمة الرئوية، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS). تنتج هذه الكسور عن الردود الشديدة عالية الطاقة كحوادث السير، أو السقوط الشديد أو من ارتفاع. عند كبار السن، الردود البسيطة كالسقوط البسيط يعتبر سبباً شائعاً بسبب الترقق العظمي خاصة عند النساء المسنات. تمثل الحوادث الصناعية وجروح الطلق الناري معظم كسور عظم الفخذ الأخرى. الكسور المرضية غير شائعة، ولكنها يمكن أن تحدث بسبب كيسات العظم أو بسبب النقائل، أو نادراً ما تكون ثانوية لأورام العظم الأولية كالساركوما العظمية. يسبب كسر الفخذ ألماً شديداً وفورياً، لن يكون المريض قادراً على تحميل الوزن على الطرف المصاب، وقد يبدو الطرف مشوهاً أقصر من الطرف الآخر ولم يعد مستقيماً. عادة ما يكون التشخيص السريري واضحاً بناء على آلية الإصابة ووجود الألم والتورم والتكدم والتشوه بما في ذلك قصر الفخذ. من الشائع حدوث إصابات واسعة في نزج الرخوة والنزيف. بسبب الارتباط الكبير بين كسور عظم الفخذ والإصابات الأخرى، لا سيما إذا كان هناك صدمة عالية الطاقة، يجب تقييم المريض بعناية باتباع الإرشادات الأساسية لدعم الحياة المتقدم. إن سلامة مجرى الهواء والتنفس والدورة الدموية للمريض لها الأولوية. بمجرد استقرار حالة المريض، يتم إجراء مسح ثانوي شامل بحثاً عن إصابات كبيرة أخرى. وكجزء من هذا المسح، يجب فحص الحوض والبرك. من النادر حدوث إصابة وعائية عصبية تالية لكسر الفخذ، ومع ذلك يجب إجراء تقييم دقيق وعائي عصبي للطرف المصاب. يجب جس النبضات البعيدة وتقييم الإحساس والوظيفة الحركية. غالباً ما يكون من المفيد مقارنة النتائج بالطرف المقابل بافتراض أنه غير مصاب. يجب إجراء صور شعاعية أمامية خلفية وصور جانبية للفخذ عند الاشتباه في حدوث كسر. يعد الفحص الشعاعي الدقيق بوضعين على الأقل ضرورياً لتحديد موقع ونمط الكسر. يجب أيضاً فحص الورك والكاحل بالأشعة لاستبعاد الإصابات المرافقة. قد يحدث كسر مرافق في عنق الفخذ، وإذا تم التغاضي عنه يمكن أن يؤدي إلى مرض كبيرة وقد تصل للوفاة. التصوير الطبقي المحوري CT سكان يمكن أن يزود الطبيب بمعلومات قيمة حول شدة الكسر. يمكن أن يظهر هذا الفحص ما إذا كان الكسر يصل لسطح المفصل وكم عدد القطع العظمية الموجودة. سيساعد التصوير الطبقي المحوري الطبيب على تحديد كيفية إصلاح الكسر. التدبير. يجب أن يقوم المسعفون بتثبيت الطرف المصاب بجبيرة في نفس مكان وقوع الإصابة.
يتكون التدبير الأولي الأساسي في المستشفى من تقييم المريض الشامل بحث عن إصابات كبيرة وعلاجها حسب ما يقتضي الأمر، ووضع قسطرة في الوريد وإعطاء المسكنات. المرضى الذين يعانون من كسور مفتوحة يتم إعطائهم المضادات الحيوية والوقاية من الكزاز. في الفترة بين تدبير الطوارئ الأولي والجراحة، قد يضع الطبيب الطرف المكسور إما في جبيرة طويلة أو على جهاز شد. يمكن استخدام جبائر الشد الجلدي لكل من الكسور المغلقة والمفتوحة. الأكثر شيوعاً هي جبائر هير أو توماس، تحافظ على رد القطع العظمية المكسورة وتساعد في كثير من الأحيان على تخفيف الألم. يتم ربط الجهاز بالكاحل من أحد طرفيه ويتم تثبيته مقابل الحوض في الطرف الآخر. يتم تطبيق الشد عن طريق شد الكاحل بعيداً، بينما يقوم الطرف القريب بتثبيت الحوض لمنعه من الحركة، وبالتالي تبعيد شظايا الكسر عن بعضها. قد يصف طبيبك أدوية مميعة للدم لمنع الجلطات ومسكنات الألم وعلاج لأي عدوى قد تكون موجودة. نادراً ما يتم علاج الكسور البعيدة بشكل محافظ غير جراحي، ممكن أن نلجأ له فقط عند المرضى المقعدين أو طريحي الفراش، أو عند المرضى ذوي الخطورة الجراحية المرتفعة، أو في الكسور غير متبدلة عند مريض موثوق يمتثل لاحتياطات تحميل الوزن، أو في المناطق التي تفتقر إلى أجهزة التثبيت الداخلي أو التنظير الشعاعي أثناء الجراحة. يشمل العلاج المحافظ تجنب تحريك الكسر عادة بالراحة المطلقة في السرير مع الشد الهيكلي من خلال سيخ سخين يوضع في الزنبوب القريب أو في الفخذ البعيد. عندما يكون المريض في السرير، يقوم نظام من البكرات والأوزان والأثقال المتوازنة بتثبيت الطرف في وضع معين للحفاظ على شظايا العظم متراصفة معا. يعرف هذا الإجراء باسم الشد الهيكلي. عادة ما يتم وضع جبيرة للكسر بعد 3 إلى 6 أسابيع من الإصابة. فقط الكسور التي تقتصر على جزئين وتكون ثابتة ومردودة جيدا يمكن علاجها باستخدام جبيرة مباشرة. يجب أن يركب الجبس والطرف في وضعية البسط والدوران الداخلي وقليلا من الرواح. المتابعة السريرية والشعاعية في الأسبوع الأول والثاني والثالث بعد تطبيق الجبس ضرورية لمنع فقدان الرد غير المكشوف. يتم الالتزام بالجبس حتى يلتئم الكسر، وعادة ما يكون ذلك بنهاية الشهر الرابع. بعد فترة الشفاء يمكن البدء بتحريك الساق بالعلاج الطبيعي. مخاطر العلاج غير الجراحي قد تكون كبيرة وقد تكون شديدة، بما في ذلك الخسار الوريدي العميق، الصمة الرئوية، قرحة الاستلقاء، الالتهاب الرئوي، احتباس البول وغيرها. الهدف من العلاج غير الجراحي ليس الرد التشريحي لشظايا الكسر، ولكن استعادة المعقولة للطول الكلي والاستقامة المحورية. بسبب قرب الكسر من مفصل الركبة، قد يكون لدرجات صغيرة من التبدل آثارا سلبية طويلة المدى على ميكانيكية المفصل. لا ينبغي قبول أكثر من 7 درجات من التبدل على المستوى الإكليلي. يجب ألا يتجاوز التبدل على المستوى السهمي 7 إلى 10 درجات. عادة لا يؤثر قصر الطرف من 1 إلى 1.5 سنتيمتر على الوظيفة، ويمكن معالجته برفع الحذاء إذا لزم الأمر. الهدف من العلاج الجراحي هو تحقيق التوازن بين الرد التشريحي وتجنيب المريض فترات طويلة من عدم الحركة وإعادة التأهيل الوظيفي المبكر للطرف. لذلك تستطب الجراحة للغالبية العظمى من كسور عظم الفخذ البعيدة. نوصي بإصلاح كسور الفخذ البعيدة عند مرضى الردود المتعددة والكسور المفتوحة في غضون 2 إلى 12 ساعة من الإصابة، بشرط أن يكون المريض مستقراً حيوياً. يؤدي إصلاح الكسر جراحياً خلال 24 ساعة الأولى إلى تقليل معدل الوفيات وحدوث مضاعفات الجهاز التنفسي والفشل الجهازي المتعدد وتقليل طول فترة الاستشفاء. قد يكون الإصلاح الجراحي المبكر أقل أهمية في حال الكسور المغلقة المعزولة، وقد تتأخر الجراحة من 1 إلى 3 أيام لوضع خطة علاجية وتحضير المريض للجراحة. ومع ذلك فإننا ندعو إلى الإصلاح المبكر. في الحالات التي توجد فيها إصابة شديدة في العضلات أو الأعصاب أو الشرايين أو تلوث كبير بالأوساخ أو التراب أو العشب، يحتاج بعض المرضى إلى تثبيت خارجي قبل العلاج الجراحي النهائي. يمكن استخدام التثبيت الخارجي أيضا عند مرضى الردود المتعددة غير المستقرين حيويا لضمان تحسين المريض من الناحية الفيزيولوجية قبل التثبيت النهائي. هذه العملية يتم فيها وضع قضبان معدنية في العظم فوق وتحت موقع الكسر في منتصف الفخذ والساق من خلال جروح صغيرة، وربطها بقضبان قوية خارج الجلد بهدف تثبيت الكسر والحفاظ على القطع العظمية في الوضع الصحيح.
بعد العمليات السنوية لتنظيف الجرح أو التعافي من الإصابات الجلد أو عند تحسن حالة المريض غير المستقر حيوياً، يمكن إزالة المثبت الخارجي وإجراء التثبيت الداخلي باستخدام السفود أو الصفائح المعدنية. تشمل طرق التثبيت الداخلي التي يستخدمها الجراحون لكسور عظم الفخذ البعيدة ما يلي: صفيحة L بزاوية 95 درجة. على الرغم من أننا نستخدم هذه الصفيحة في أغلب الأحيان لتثبيت حالات عدم الالتئام وسوء الالتحام، عند استخدامها من قبل جراح متمرس يمكن لهذه الصفيحة استعادة تراصف العظم وتوفير تثبيت داخلي متين. برغي اللقم الديناميكي بزاوية 95 درجة DCS. تعتمد هذه الصفيحة على البرغي الانضغاطي الذي يشيع استخدامه في كسور الورك. تشترك هذه الصفيحة في العديد من الميزات مع برغي الورك الديناميكي، مما يجعلها مألوفة لمعظم الجراحين وبالتالي يسهل إتقانها، إضافة لقدرتها على تطبيق ضغط بيني عبر لقمات الفخذ. لقد تراجع استخدام صفيحة L وصفيحة DCS اليوم. احتلت الصفائح المقفلة مكان هذه الغرسات في علاج معظم الكسور فوق اللقمتين، حيث يتم إدخال براغي تقفل على الصفيحة وتشكل بنية ذات زاوية ثابتة. خلال هذه العملية يتم أولا رد القطع العظمية إلى وضعها الطبيعي ويتم تثبيتها بالصفيحة. التسمير داخل النقي بسفود الفخذ. في هذا الإجراء يتم إدخال قضيب معدني مصمم خصيصا في قناة نقي عظم الفخذ. يمر القضيب عبر الكسر لإبقائه في موضعه. في الحالات الشديدة قد يكون الكسر مفتتا ومعقدا للغاية، أو تكون نوعية العظم رديئة جدا بحيث لا يمكن إصلاحها. غالبا ما يتم علاج هذه الأنواع من الكسور عن طريق إزالة القطع المكسورة واستبدالها بزرع بديل صناعي للركبة. يتم علاج الكسور القريبة من غرسات الركبة الاصطناعية عادة بمسامير نخاعية أو بالصفائح والبراغي، تماما مثل كسور عظم الفخذ البعيدة الأخرى. في حالات نادرة يجب إزالة الزرعة الاصطناعية واستبدالها بزرعة أكبر. قد يكون هذا الإجراء ضروريا إذا كانت الغرسة مخلخلة أو غير مدعومة جيدا بالعظم المحيط. إعادة التأهيل بعد الجراحة. سيقرر الطبيب متى يكون من الأفضل البدء في تحريك الركبة لمناطق يبسها. تبدأ الحركة في اليوم الأول أو الثاني بعد الجراحة مع العلاج الطبيعي. إذا كان المريض متحفظا على تحريك الركبة فيتم طلب آلة الحركة السلبية CBM. إذا كانت العظام مكسورة إلى أجزاء كثيرة أو كان العظم ضعيفا فقد يتطلب وقتا أطول قبل أن يوصي الطبيب بالتحريك. سواء تم علاج الكسر بالجراحة أم لا، فمن المرجح أن يمنع الطبيب المريض من تحميل الوزن حتى حدوث بعض الاندمال. عند مرضى الكسور البسيطة مع تثبيت داخلي متين يسمح بتحميل جزئي للوزن باستخدام عكازات أو مشاية عادة بعد 6 إلى 8 أسابيع من الجراحة، بينما في حال التثبيت الأقل متانة أو في كسور داخل المفصل يتأخر تحميل الوزن حتى تظهر علامات التئام الكسر على الأشعة السينية عادة بين 10 إلى 12 أسبوع. يساعد العلاج الطبيعي على استعادة القوة العضلية الطبيعية وحركة المفاصل والمرونة. يمكن أن يساعد أيضا في تخفيف الألم بعد الجراحة. نظرا لأن الجلطات الدموية في أوردة الساق قد تتطور بعد الجراحة، قد يصف الطبيب مميعات الدم. يعد الإقلاع عن التدخين وضبط مستويات السكر في الدم أمرا مهما لعملية الالتئام. يتم إجراء الفحوصات السريرية والشعاعية كل 4 إلى 6 أسابيع حتى يلتئم الكسر ويصبح المريض قادرا على التنقل دون إزعاج. قد يعود الرياضيون إلى ممارسة الرياضة بأمان عندما يلتئم عظم الفخذ بشكل كامل وتستعاد القوة ومجال الحركة الطبيعي. قد يستغرق الأمر عاما أو أكثر من إعادة التأهيل للشفاء الكامل قبل أن تتمكن من العودة إلى جميع الأنشطة اليومية.